للوقوف على آخر تطورات الميدانية في السودان ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب. مرحبا بك محمد. إنه اليوم الأول من هدنة سادسة كان قد اتفق على قبولها الطرفان، كيف يبدو الوضع الميداني اليوم في ظل تجدد الاشتباكات وتبادل الاتهامات كالعادة بين الطرفين؟ نعم، يعني منذ ساعات الصباح الأولى شهدنا تحليق من طيران الجيش السوداني و كذلك الرد عليه من قبل مضادات الطائرات من قبل قوات الدعم السريع. شاهدنا ذلك في شرق سماء شرق الخرطوم وأيضا جنوب الخرطوم. ربما يتسابق الطرفان في إعلان التزامهما بالهدنة، ولكن على الأرض هو مغاير لذلك تماما. يبدو أنها هدن يعني في مجملها كسابقاتها باستثناء الهدنتين الأوائل أثناء تكثف عمليات الإجلاء. يرى المراقبون ان يعني ربما تجدد الاشتباكات وازدياد وتيرتها هو ربما قرب المفاوضات التي يعني ربما تكون في القريب في مقبل الايام، ويعني تحديدا بعد تسميه احد يعني كلا الطرفين عفوا تسميه لمناديبهما ربما للخوض في المبادرات يعني قريبا. عز المراقبون أن قرب المفاوضات ربما يزيد وتيرة الاشتباكات لفرض المزيد من السيطرة على الأرض، وبالتالي يكون له على الطرف الآخر له اليد العليا أثناء المفاوضات. سياسيا يعني شهدنا بالأمس السيد خالد عمر القيادي بقوة الحرية والتغيير الذي تحدث عن تقدم الدعوة الأمريكية السعودية وأنها تسير بخطى ثابتة. أعلن أنه هذه الدعوة للحوار تتكون من أربع مراحل، الأولى هي الهدن الإنسانية، ومن ثم وقف إطلاق النار، ثم التفاوض العسكري وإطلاق حوار سياسي شامل. دعيني أضعك على الوضع الإنساني. يعني ما زالت تعاني العديد من أحياء الخرطوم مناطق الاشتباك، يعني المناطق الملتهبة ما زالت تعاني منذ أمس الأول من انقطاع الكهرباء. شاهدنا في كل الهدن السابقة لم يتم تنسيق يعني غرف مشتركة لتسهيل عمل القطاع الصحي الذي يعاني كثيرا، وأيضا فرق الصيانة بخصوص شركتي الكهرباء والمياه التي تشتكي من عدم التأمين وعدم أيضا إعلان المسارات الآمنة بعينها حتى تتمكن الفرق الصحية وكذلك الإعلامية حتى نتمكن من تغطية ما يجري حقيقة يعني على الأرض. عزا عديد من المراقبون أن الأعداد الكبيرة للمغادرين من الخرطوم ربما هم من السودانيين العاملين بالخارج الذين علقوا في الخرطوم عقب أحداث 15 من الشهر الجاري، وهم عاملين بالخارج وبالتالي يرغبون في العودة إلى أماكن عملهم. كذلك العديد من الأسر الخرطوم كحالها كحال العواصم العربية، ربما في موسم الأعياد يتوجه الساكنون إلى الولايات لقضاء الأعياد مع أهاليهم في هذه الولايات. الخرطوم الآن تبدو خالية تماما، من تبقى يواجه شبح غلاء الأسعار وانعدام الخدمات وانعدام السيولة النقدية. ظلنا يعني نرصد عمل المصارف في عدد من الولايات، مثلا يوم أمس كان قد فتحت بعض المصارف التجارية في ولاية الجزيرة في مدينة مدني تحديدا، ولاية نهر النيل في مدينة عطبرة. أنا أتحدث عن بعض المصارف الذين كان يشتكوا موظفوها من انقطاع الشبكة والانقطاع للتواصل مع المركز. نعم، شكرا لك من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب.